صباح الخير. انا قلت اوريكم بس خطوات سكالوب بانيه. بعمل النهارده سكالوب بانيه، انا اللي هعمل لهم الفطار النهارده. طبعا يعني اول يعني يمكن مرات معدوده قوي انا ما بعملش بصل خالص، كنت عماله ادور على الخلاط مش لاقياه، بس يعني الحمد لله الحمد لله، يعني خطوه ناجحه جدا مني ان انا اول مره اقطع بصل، يا اما دايما كل مره دي لاختي يا اما لماما هي اللي تقطعهولي، يا اما نوره مرات اخويا يا اما اجر مرات اخويا، فالمره دي انا اللي قطعته. المهم جبت 2 كيلو فراخ بانيه على قدنا يعني، وعملتهم كده يعني، هي يعني فراخ بانيه عاديه، وحطيت عليه توابل بقى، توابل كتير قوي يعني، كل التوابل اللي عندنا انا حطيتها، شطه بقى وكمون وفلفل اسود. نسيت الفلفل الاسود، يعني كويس ان انا افتكرته معاكم اهو. حطيت فيه كل التوابل. المهم اهو قطعت على البصل، اهم حاجه البصل، خلوا بالكم البصل عشان انا اول مره اعتبر اقطع بصل. عيطت عياط ما يعلم بيه الا ربنا، بس يلا مش مشكله فداهم. بس انا قلت انقع بقى في الخليط ده كله عبال بقى ايه ميعاد الغدا، انا لسه على الصبح يعني، انا بطبق وبنام، بنام ساعتين على بعد الظهر، وبصحى بقى اكمل الاكل لو هعمل اكل. المهم اهوت وبس يعني، وليمون اهو ماشي ماشي خلاص، وهخليه في المنقوع دوت لغايه ما ابدا بقى ايه اعمل الاكل العادي، ابدا بقى في عميل الاكل ماشي، يعني خليه على الاقل ساعتين يعني، هو انا كده يعتبر هخليه اكتر من 3 4 ساعات، وهبدا بقى في الاكل يعني، هبدا في الاكل على بعض الظهر كده عبال ما اخلص حاجتي وكده. زي ما انتم شايفين جبت المنقوع كله وحطيته، هنقعه 3 4 ساعات اهو اهو. جبت 2 كيلو فراخ بانيه، قطعت عليهم البصل وفلفل وكمون وكزبره وحاجات يعني كل التوابل وشطه ماشي، هنقعه بالمنظر دوت. ودي خلطه الاسكالوب بانيه، اهم حاجه تسيبوها في المنقوع اقل حاجه ساعتين يعني، انا كده صاحيه مطبقه من امبارح، وقلت بس اجهز الاكل الصبح بدري وهنقعه واخلصه ايه يعني، وهبدا فيه على العصر كده اهو اهو. ورق لورا وكل الحاجات دي بتخلي له طعم بصراحه ما شاء الله عليه ماشي. تقريبا اصلا 2 كيلو مش هيكفوا العيله يعني، اللهم بارك، احنا العيال مش الفراخ البانيه، خلي الراجل بس يقطعها لك ايه قطعات وسط، ومش تخينه قوي ولا رفيعه قوي اهي ماشي اهي. دي انا هقسمها نصين عشان ايه العدد يكفي كده كده ايه اهو، وليمون وليمون وكل ده ماشي، وهم منضفه حواليا عشان امي ما تقعدش تشتم. لسه اكمل والله، لسه اكمل ماشي اهو. سو هذا بس اكمل خلاص، مخلي لي الحله دي هشيلها والله، هشيلها هاتي هنا اهو. خرطت البصل زغراتي بقى، ده المفروض النهارده والله العظيم سكر. ازيكم عاملين ايه؟ انا دلوقتي يعني بدات جيت علشان اعمل اكمل بقيه الاكل اهو، ادوات الحاجات بتاعتها قشطه، وعشان لو ما كفتش القشطه هعملها هكمل باللبن، اللبن المشروم، وادي الفراخ اللي انا كنت متبلاها من بدري وكنت مستنيها تعمل، والصينيه مستنيه حاطه احط عليها حته زبده وحبه زيت، والميه احط فيها المكرونه اهي ماشي اهو خلاص. امي بس بتعمل لي بصله كمان عشان اشوحها في على النار اهو. هبدا ان انا اجيب بس المقطعات، هبدا
هجيب احمر احمرهم وهرجع لك احمر فيها. هحط بس المكرونه، هحط بس على الميه، الميه لما تغلي شويه هحط عليها حبه ملح وحبه زيت، واحط بقى عليها المكرونه عشان تتسلق زي ما انت عايزينها، مكرونه سباكيتي، مكرونه لام، اي حاجه انت حابه. طلعت من المنقوع ده، اهو يا جماعة محمر الاسكالوب ده نفس معلقة الزيت ده والزيت. هذه المكرونة خلوا بالكم وانتوا بتنقعوا البتاع دوت في الكركم ما بيطلعش من الايد بالساهل، يعني ما بيطلعش من الايد يعني خالص، عمال اعمله بالليمون والبتاع مش راضي. المهم وقلت املى بس ميه عشان تقريبا بخاف احسن تقطع، عشان احط فيها، معلش يا عشان لسه صاحيه، يعني نمتي ساعه ونص وقمت علشان اكمل بسرعه. هذه البصله بعد ما اخلص الفراخ واحمرها كلها احط البصله الاول اتبلها، هبقى اوريك كمان مع بعض. امسكي يا ام ثانيه كده، انا اهو حطيت بس المشروب، انا اهو واول ما تحط بس حبه ميه صغيرين هتبصوا تلاقوا اللي تحت ده كله اهو، اللون اللي كان غامق ده كله بيفيد في الخلطه. فيش توم، هاتلي شوية توم بسرعة. فيش من بره. أمي طبعا لازم البنية بتاعتها أو الملوخية أو الحاجات، عشان ما بتحبش السكالوب بنية، ما بتحبوش الأكلات بتاعتنا، ما بتحبهاش أصلا. البامية الصعيدي بتاعتها. البامية ما شاء الله خضرة أهي. يا بقى خضرة. أهي. أنا كلانة ناكلة ده. سكالوها بقى، سكالوها. ما اتصلتوش بيهم تاني. النبي يا جماعه ارجوكوا تدعوا لبنت اخت، بنت اخت هاجر مرات احمد اخويا، عشان البنوته الصغيره يعني ربنا يا رب يحفظها، عملت حادثه من جنب المدرسه، فطالبين بس ان انتوا تدعوا لها، ربنا يبارك لكم ان شاء الله كده تبقى تقوم على خير يا رب، ببركه الايام المفترضه كده يا رب. حطيت اللبن والقشطة وحطيت الفراخ. تعالي تعالي بتصوتي مش بتشهقي، ايه يا ده؟ هي الشعر كده. حط الفراخ. ما سمعتش. لا ده خلاص هيدن وانا لسه ما خلصتش. هاتوا كوبايات، طلعتوا عيش ولا في عيش بره؟ دي اللي حطتها القشطه يا جماعه.
هذا القشطه اهي ماشي. وايه وجايبها بقى عيبه من ريف عيبه من ايه دي ايه اللي انت حطيتيه؟ قشطه برضه. دايما بجيب من العلبه الكبيره بتنفع معايا بصراحه بتبقى كويسه قوي، انما دي ايه ده؟ يلا بقى مش مشكله. بس لا هتعمل طبعا والله هيبقى تحفه يا جماعه. هتاكلي صوابعكم ورا ماشي؟ صوابعكم هتاكلوها. وعلى اليومين دول هم احنا الشهر ده ما عزمناش حد عشان موضوع كورونا. اه ما عزمناش حد خالص. ربنا يحفظكم كلكم. خلاص يعتبر كده خلاص السكالوب بني خلصت، بس بسيبها تاخد يعني غلوه كمان مع البتاع. خلاص فطرنا شربنا ميه بس اهو. طب بس حواليا غطي بس انا يا خلصت اهو الهنا والشفا. هنحط هنحط في الصالة خلاص. يلا كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم بخير.